هي الإعادة. شوف هنا هدف بطريقة ممتازة، ما نقدروش نحكموا على الحركة. الوداد، الوداد يتمكن من تعديل النتيجة، الوداد يتمكن من تعديل النتيجة وفرحة كبيرة. ها هو حاج بوكاش كما نشاهد يعود إلى ممارسة هوايته. بالنسبة لوداد تلمسان بنتيبا كرته دائرية ممتازة، هدف بطريقة ممتازة، هدف من أروع ما يكون بعد هذه المخالفة. شوف هنا كرة على المقاس المحلية بين جمعية وهران ووداد تلمسان، الهدف الرابع، الهدف الرابع في المباراة والثالث لجمعية وهران. سجل الهدف الثالث في لجمعية وهران والهدف الثالث في رصيده لصالح وداد تلمسان. ثم بن شريفة يغير تماما الجهة مباشرة من هناك، والحكم ماذا يقول؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء، الحكم يقول ضربة جزاء. الحكم نسيب، نشهد في ثلث دقائق الأخيرة هدفين وضربة جزاء. مباراة مثيرة، مباراة صعبة، مباراة مجنونة إلى غاية الآن بين جمعية وهران ووداد تلمسان. بالحاج هل سيتمكن من تقليص النتيجة؟ يفعلها بالحاج، بالحاج يتمكن من تقليص النتيجة. من هناك ناحية بن بولعيد صاحب القدم اليسرى، كرته طويلة مباشرة البحث عن سعدي، سعدي هيئ الكرة التسديدة، الهدف الثالث لصالح وداد تلمسان، الهدف الثالث لصالح وداد تلمسان. نبني بعد المحاولة الأولى، الوداد يعود من بعيد ويتمكن من تسجيل الإصابة الثالثة في هذه الدقائق الأخيرة من زمن هذه المباراة المثيرة. وداد تلمسان 3 أهداف.